مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. اليوم وفي مسابقة كانديلاند الرمضانية، كانديلاند بمجمع أبو حسيب الطابق الثالث، مساحة حرة لأطفالك للتمتع واللعب. وفي المسابقة اليوم لدينا سؤال، بطبيعة الحال هذه الأسئلة تسأل خلال شهر رمضان وصولا إلى الحلقة رقم 30، ومن ثم تجمع وترسل إلى تلفزيون السلام من أجل الدخول على السحب. لكن سؤالنا لهذا اليوم، من هو الشاعر الملقب بالحطيئة؟ من هو الشاعر الملقب بالحطيئة؟ نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.